آخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. أول خبر رجوي من الأحداث بعنوان: الرجاء يهزم وديا أولمبيك خريفكا برباعية. وفاز فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم على نظيره أولمبيك خريفكا 4-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين أمس السبت. وكتندرج هذه المباراة اللي احتضنها ملحق ملعب أكادير الكبير ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد اللي غينطلق رسميا في شوشنبير القادم. واستغلوا الفريقين إقامة المعسكر الإعدادي ديالهم في أكادير لخوض مباراة إعدادية شاركوا فيها المدربين رشيد طاوسي والفرنسي باتريس كارتيرون العديد من اللاعبين، وفوق الوقوف على جاهزيتهم للموسم القادم. الأهداف الرجوية كانت من توقيع كل من هشام إصلاح، عبد الإله مذكور وفابريس نجوما اللي سجل هدفين. اللقاء عرف تألق غالبية العناصر الرجوية وخصوصا الظهير الأيمن عبد الإله مذكور اللي ربح نقاط عديدة في هذا المعسكر وغيكون خير بديل لعمر بوطيب ويقدر كذلك يكسب الرسمية على حسابه. خبر جديد من الصفحة الرسمية بعنوان نهاية معسكر أكادير. ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الرجاء الرياضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لحافلة الفريق وعلقت عليها بالقول: حافلة الفريق تشد الرحال للعودة لمدينة الدار البيضاء بعد معسكر دام لعشرة أيام، كانت جد مهمة وذات طابع بدني تقني تكتيكي وبمعدل حصتين في اليوم. سيستفيد اللاعبون من يوم راحة وسيواصلون التدريب صباح يوم الاثنين بمركب الوزيس، ومساء الاثنين تشد البعثة الرجوية الرحال إلى مدينة طنجة وهي المرحلة الثانية من الاستعدادات. لقد عشتم مباشرة أجواء المعسكر التدريبي من مدينة أكادير، تخللت ثلاث مقابلات ثم بثها بشكل غير مسبوق على المباشر بشكل احترافي، نعدكم بالأفضل. خبر من 360 سبور بعنوان اتفاق بخصوص رحيل ياجور بعد إضافة بند جديد. واشترط فريق الرجاء الرياضي إضافة شرط جديد للعقد اللي غيوقعوا مع فريق ضمك السعودي من أجل تعاقد هذا الأخير مع محسن ياجور هداف الفريق الأخضر. واشترط الرجاء إضافة بند كينص لأن إدارة الفريق الأخضر ما غترسل بطاقة خروج ياجور الدولية للفريق السعودي كيتوصلوا بمبلغ الصفقة في الحساب البنكي للرجاء. ووافقوا مسؤولي ضمك على إضافة الشرط المذكور بعد موافقتهم في وقت سابق على الرفع من قيمة العقد من 300,000 دولار ل 350,000 دولار وإرسال المبلغ دفعة واحدة. وكشفت مصادر بالفريق الأخضر أن مسؤولي النادي حاولوا من خلال فرض شروطهم تراجع على إتمام الصفقة، خصوصا بعد الحملة الكبيرة للجماهير الرجوية واللي عبروا من خلالها على رفضهم رحيل هداف الفريق، خاصة أن مسؤولي الرجاء ظلوا كيأكدوا على أنهم كيتشبتوا بتوابيت الفريق وكيرفضوا رحيلهم. خبر اخر بعنوان الرياضيه تزف خبرا سارا لجماهير الرجاء. وعلنت قناه الرياضيه المغربيه على نقلها للمباراه الوديه اللي غتجمع في الرابع من غشت المقبل بين الرجاء الرياضي ونظيره بيتيس الاسباني على الساعه 8 مساء في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وغيواجه الرجاء ضيفه الاسباني في اخر مباراه تدريبيه في المعسكر بمدينه الدار البيضاء استعدادا لانطلاقه البطوله الوطنيه وكاس العرش. ورجع الفريق الاخضر البارح لمدينه الدار البيضاء من مدينه اكادير اللي دخل فيها في معسكر مغلق تحضيرا للموسم الكروي الجديد، وغيشد بعدها الرحال صوب مدينه طنجه اللي غيبقى فيها 7 ايام من 21 ل 28 من نفس الشهر، اذ غيواجه نادي ليغانيس الاسباني 23 من نفس الشهر. خبر من لوسات تي في بعنوان هل باع الرجاء عبد الاله الحفيظي سرا؟ وجا في محتوى الخبر ان الشارع البيضاوي كيتداول بقوه خبر بيع الرجاء لنجم عبد الاله الحفيظي اللي كان كيخضع للعلاج في الدوحه بسبب الاصابه اللي كان تعرض ليها في مباراه السوبر الافريقي اللي جمع الرجاء الرياضي بالترجي التونسي. ومنذ هذه المده والاخبار منقطعه على نجم الرجاء الرياضي، بحيث ان الاخبار كانت مقتصره فقط حول ظروف علاجه بالدوحه ومتابعه علاجه من فريق اسبيطار ثم الطاقم الطبي الرجاء الرياضي. الجمهور الرجاوي بغى يعرف حقيقه هذا الموضوع باش ما تنشرش الاشاعه بزاف وتولي في الاخير حقيقه لا غبار عليها. خبر اخر بعنوان الرجاء اول فريق يستجيب لشروط الجامعه. اصبح نادي الرجاء الرياضي لكره القدم الفريق الوحيد اللي قدم ملف للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في الاجل القانوني واللي تحدد في تاريخ 15 من شهر يوليو الحالي، وكيجي هذا الشيء في اطار الضمانات الماليه اللي كتفرضها لجنه المراقبه التابعه للجامعه واللي كتخص التوصل بجميع ملفات الفرق الوطنيه قبل الاجتماع بها، وذلك للحسم في امر انتدابها اللاعبين من عدمه. جدير بالذكر ان الرجاء الرياضي ضم 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري، وكيتعلق الامر بكل من حسن متولي، المالي سليف كوليبالي، الكونغولي فابريس نغوما ثم عمر العرجون. خبر اخر بعنوان هذا سبب عدم اعفاء الرجاء من الدور التمهيدي للعصبه، وغيكون الرجاء الرياضي ملزم بخوض الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا بعد ما قررت الكونفدراليه الافريقيه عدم اعفائه من هذا الدور بعد ما استعانت بالتصنيف القاري في اعفاء الاهلي المصري الترجي التونسي
ومازيمبي الكونغولي، وكتعرف النسخه المقبله مشاركه كل من انديه اتحاد العاصمه، شبيبه القبائل من الجزائر، ترجي ونجم الساحل من تونس، الهلال والمريخ من السودان، نواديبو الموريتاني، الرجاء والوداد من المغرب، جينيراسيون فوت السنغالي، سان داونز واورلاندو بيراتس الجنوب الافريقي، حوريه كوناكري وحافيه كوناكري من غينيا، فيتا كلوب ومازيمبي من الكونغو، سيمبا ويانغ افريكانز من تنزانيا، كارا من طوغو، بورش من جيبوتي، كناف سبورت الملغاشي، زيسكو الزامبي، اشانتي كوتوكو الغاني، سيركل مبيري الغابوني، الميناء الصومالي، وكانو سبورت من غينيا الاستوائيه، الاهلي والزمالك من مصر، اوتوديو الكونغولي، غورمايا الكيني، الجيش الايفواري، بيترو اتليتيكو بريميرو اغوستو من انغولا، كامبالا سيتي الاوغاندي، وبريغاما يونايتد الغامبي. خبر اخر بعنوان الرجاء قد لا يستقبل هذا اللقاء في دونور، وكشفت التقارير الصحفيه ان نادي الرجاء الرياضي لكره القدم ما غيتمكنش من لعب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا بملعب مركب محمد الخامس الدار البيضاء بسبب الالعاب الافريقيه المنظمه في المغرب من 19 ل 31 غشت المقبل، وغيكون النادي الاخضر مطالب بالبحث على ملعب اخر من اجل استقبال هذه المباراه القاريه، شيء نفسه بالنسبه للغريم والوداد، لكن في مسابقه كاس الملك محمد السادس الانديه البطاله بحكم اعفائه من الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. جدير بالذكر ان الرجاء الرياضي كيمني النفس بالمنافسه على لقب عصبه الابطال الافريقيه اللي غابت على خزائنه قرابه 20 سنه. خبر جديد بعنوان فاخر يوضح منعه للرجاء من المشاركه في العصبه، وخرج محمد فاخر لاول مره عن صمته للحديث على خلافه مع مسؤولي الرجاء الرياضي بسبب اقالته من منصبه مدربا للفريق قبل سنتين، فهذا الرئيس السابق سعيد حسبان. وضح فاخر ان محاميه راسل الكاف اجراء عادي كيقدم عليه اي لاعب واي مدرب عنده خلاف مع فريقه، اذ كيخبر الجامعه والفيفا والفريق المتنازع معه بعد حصوله على حكم نهائي. وقال فاخر انه قدم تضحيات كثيره للرجاء ورفض الحديث في عده مناسبات تعرض فيها للاقاله وتحرم من مستحقاته، واكد انه حاول الاتصال بمسؤولي الرجاء لايجاد حل المشكل، لكن حتى واحد منهم ما مكنوا من مستحقاته. واعترف فاخر انه هو اللي كان كيؤدي اجور بعض اللاعبين واعضاء من الطاقم التقني واحد مروضي الفريق، وكان وراء جلب الكرات للاعبين مدرسه الفريق، وما عمره تحدث على هذه الامور في السابق. وكشف المدرب الرجاوي السابق الخطوات اللي اتخذها في خلافه مع الرجاء قبل ما يلجأ المحكمة التحكيم الدولي الطاس. ندوزو معكم الفقرة ميركاتو الرجاء وشنو قالوا المنابر الإعلامية في هذا الصدد. أول خبر بخصوص ميركاتو الرجاوي من البطولة بعنوان مزايدة لا مقبولة، أحداد يعطي موافقته للعب بالرجاء والوداد معا، وخلق حميد أحداد لاعب فريق الزمالك المصري الحدث بعد ما أعطى موافقته أيضا لحمل القميص لفريق الوداد الرياضي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وعلمت البطولة من مصادر الخاصة أن اللاعب المذكور كان تلقى اتصال جديد نهار الجمعة من سعيد الناصر رئيس نادي الوداد واللاعب إسماعيل حداد لإقناعه باللعب في الفريق الأحمر. وشارت المصادر ذاتها لأن اللاعب بعد ما أعطى موافقته للحمر صبح بذلك قد وافق على اللاعب في الرجاء والوداد معا في ظرف أقل من 48 ساعة. وسبق الوداد بدأ المفاوضات مع اللاعب، لكن بعد تماطل مسؤولي الحمر في شخص أحد الوكلاء المعتمدين في معاودة الاتصال بمهاجم الزمالك بعد تقديم العرض الأول، دخلت الرجاء على الخط محاولة منها للاستفادة من خدماته خلال الانتقالات الصيفية الجارية. لحد الآن اللاعب مازال موقع رسمية لتشي فارق، وكل شيء ممكن في الساعات القليلة القادمة. ثاني خبر بعنوان اسامه بن عبد الله يفضح اتحاد طنجه وحمودان، وفي اطار البرنامج اليومي اللي كيقدمه الصحفي حميد امين رفقه اسامه بن عبد الله ومحمد المغاودي، تكلموا الصحفيين على قضيه احمد حمودان وفريق الرجاء الرياضي، بحيث ذكروا في برنامج تاكتيك ان اداره فريق الرجاء برئاسه جواد الزيات تقدموا بعرض كيبلغ 300 مليون سنتيم، الا ان رئيس اتحاد طنجه طفى الهاتف ديالو على مسؤولي الرجاء وما كانش باغي يسرح اللاعب ديالو واخا يكون المبلغ كبر من هذاك اللي عرض نادي الخور القطري. وذكر الصحفي اسامه بن عبد الله ان حمودان ما باغيش يلعب في البطوله الوطنيه، والهدف ديالو كان هو يرفع من القيمه الماليه ديال العرض المقدم من النادي القطري. كان